بالنسبه للثلاثي اللي تحت. عشان كده اعتقد راس حربه وثلاث لاعبين واثنين لاعبين ارتكاز واربع مدافعين هم متواجدين. احنا ممكن يعني في عجاله ممكن نشرح كمان فرقه مونتيري على الشاشه بشكل افضل واوقع كتير جدا جدا. انا جايب يعني النهارده عاملها حتى على فرقه واحده. انا عايز بس اذكر الساده المشاهدين في تغيير في تشكيله النادي الاهلي يكون يعني سهل. انا هنتكلم على انت قلت لي هنتكلم على يعني كلا. انت وجهتني على مونتيري وبعد كده انا هوجهك بس عشان لما نيجي نشرح وتيجي تشرح اكيد هتذكر لعيبه النادي الاهلي. انا جايب فرقه واحده بس دلوقتي فرقه واحده بس يعني لما تيجي تذكر النادي الاهلي وتقول الضغط على فلان يبقى الناس تبقى عارفه او الساده المشاهدين عارفين. انا حاطط فرقه مونتيري بس على الشاشه كفرقه واحده فقط تغيير وعشان ما نحصلش لخبطه زي ما انت ذكرت في الاول. تمام. زي ما احنا قدامنا الشاهد. لا دول هنتكلم كده الاربعه والاثنين ارتكاز والثلاثه الاماميين معايا وده راس الحرب اللي هو نيجريس. اولا ده ضعيف جدا ودوت دفاعيا ضعيف جدا. المطلوب من لعيبه النادي الاهلي سيد معوض او اي حد معاه في الجبهه اليسرى اذا كان جده أو وليد سليمان او اي حد تاني لازم يكون عليه شغل بنسبه 100% من بدايه اللقاء. ما فيش اي وضع انه ياخد جبهه لان ده من أسوأ عيوب فرقه مونتيري حته الجبهه اليمنى ولازم نشتغل عليها من بدايه اللقاء. هتعمل لنا ثغرات كتيره جدا وتعمل لنا مساحات كتيره جدا وممكن تدي افضليه لعماد متعب وتدي افضليه لبوتريكا وعبد الله السعيد في حته التسديد. دي النقطه. النقطه الثانيه ايوفي اللي هو دوت كلاعب ارتكاز ده اقل لعيب في حته الارتكاز اللي هو ميزه. ده من اللاعبين اللي هم سيئين ليست لديهم قدرات دفاعيه عاليه جدا عشان كده ممكن تكون بالنسبه لنا احنا ميزه في الحته ديت هنا. وان انت تقدر تشتغل وتضغط. لعيبه النادي الاهلي لازم يضغطوا من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. لو قدروا يعملوا الفاصل ما بين نص ملعب النادي الاهلي وخط ملعب مونتيري ووسط ملعبه هيلاقي فيه مساحات كتيره جدا على الاثنين اللي هنشوفهم قدامنا في الشاشه دلوقتي ده وده. ان دول سائقين في الرقابه وسائقين في التخطيط. شمين بسنت اللي هم بسنت بسنت ومير ومير. نعم. الاثنين قليلين جدا في حته الرقابه دي ممكن تبقى ثاني نقطه من نقاط العيوب بالنسبه لفريق مونتيري في حته الدفاع الجبهه اليمنى والبني دفاع. نعم. اخطر ما في فريق مونتيري هم الثلاثي دول. يعني احنا لو اتكلمنا دلوقتي عشان نكبر الخط شويه بس. نعم. كاردوزو و اخطر ما في الموضوع ادي واحد اثنين ثلاثه. نعم. وايوفا اربعه، اوكي؟ دول يا كابتن تامر لو اتحركوا عملوا كده كده وكده 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 ماشي ونفس الطريق بيتحركوا بيعملوا تمرير لبعض كتير جدا في نص الملعب لمجرد ان انت ممكن مثلا بدقيقتين وثلاث دقائق يجي لك ارهاق ذهني انت مش قادر تستحوذ على الكوره. عشان كده المفروض من لعيبه النادي الاهلي زي ما قلت لك الضغط في كل مكان في الملعب. الضغط في كل مكان في الملعب على الثلاثي الامامي اللي في نص الملعب ده المطلوب من رامي ربيعه وحسام عاشور والاربع مدافعين بتوع النادي الاهلي بالاضافه لو عبد الله سعيد عنده دور دفاعي نفس الموضوع كمان طرفين الملعب اذا كان هيلعب وليد سليمان وعبد الله السعيد. لازم يكون في رقابه مفروضه على طرفين الملعب علشان يقدروا يعملوا الفارق او الجاب الكبير اللي انا بتكلم عليه من هنا عشان ما يديهمش نسبه الاستحواذ العاليه اللي هم بيدوروا عليها. دي من النقاط المهمه جدا. النقطه الثالثه وهي حته الضربات الثابته العاليه. نجريسي ممتاز. هم عندهم الجبهه دي قويه جدا جدا. الجبهه اليسرى محتاجه مجهود ممتاز من احمد فتحي. محتاجه مجهود ممتاز من اللاعب اللي معاه الثاني عبد الله السعيد او لاعب ثاني اخر. محتاجه ممكن يكون تغطيه من رامي ربيعه ومحتاجه تغطيه كمان من حسام عاشور. ما يدروش الفرصه انه يخش هنا لان لو دخل هنا تبقى مشكله كبيره جدا على لان نجريسي بيزيد والكاردوزو بيزيد وكمان كورونا وعندك كمان اللاعب الثالث اللي هو دلجادو. ودي بتبقى خطوره على النادي الاهلي. عندهم ميزه كمان يا كابتن تامر حته اللعب على من هنا بيخشوا دايما على عمق الدفاع الوان تو الصغير والقصير بتعمل بده كده كده وكده بيبقى فيه دخول على القلب ودي تعب النادي الاهلي في سان فريس هيروشيما. ودي من الامور اللي هم بيشتغلوا عليها اذا كان دلجادو او كاردوزو. كورونا ده بيكون على الناحيه اليمين اللي هي هنا ديت. انما الاثنين قلبين اللي هم لاعبين الارتكاز اللي هم لاعبين صنع اللعب كاردوزو ودلجادو بيشتغلوا اكتر بيبقوا ثلاث رؤوس حربه قريبين جدا من بعض مع نجريسي فريت. فدي ممكن تتعب كتير النادي الاهلي. المشكله الاكبر بكره هل درجة التفاهم ما بين محمود أبو السعود الأربع مدافعين وصلت لمرحلة عالية جدا. أتمنى من البداية باللعيبة اللي عندها خبرة السيد معوض ضل بوتريكا وائل جمعة يدوا دور قوي جدا وجرأة لمحمود أبو السعود في بداية اللقاء لأن أنا أعلم إن هم قادرين على التسديد من كل مكان في الملعب عن طريق واحد كاردوزو اثنين كورونا
ثلاثة دلجار لو شاطوا هتبقى مشكلة على أول ربع ساعة ممكن تخرج محمود أبو سعود عن جو اللقاء. نعم. ننتقل إلى فريق النادي الأهلي وتشكيلة فريق النادي الأهلي. ستكون محمود أبو سعود في حراسة المرمى، هناك تغييرات طفيفة في هذا الموضوع، لا زال أحمد فتحي في الجبهة اليمنى ووائل جمعة ومحمد نجيب كلاعبي قلب الدفاع. في الجبهة اليسرى سيكون سيد معوض، اثنين لاعبين ارتكاز ومحسن عاشور ورامي ربيعة، ويكون محمد أبو تريكة متواجد بالإضافة إلى وليد سليمان وعبد الله السعيد، وأمامهم سيكون عماد متعب وليس السيد